عاجل صدور أمر قبض بحق التيك توكر العراقي المدعو حسحس. إليكم التفاصيل والأسباب في هذا الفيديو. في اليوم السبت 3/8/2024 أصدرت لجنة المحتوى الهابط في الداخلية العراقية أمرا بالقبض على أحدى مشاهير تطبيق التيك توك. وذكرت مصادر أمنية في الوزارة إن اللجنة أصدرت أمرا بالقبض بحق المدعو عناد خالد الملقب بحسحس، وأضاف إن سبب إلغاء القبض بسبب المحتوى الهابط الذي يقدمه. والتيك توكر حسحس هو تيك توكر شهير من أصول عراقية، ولد في مدينة الأنبار ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة اكتسبها من خلال تطبيق التيك توك عبر مقاطع الفيديو الترفيهية التي يشاركها عبر حسابه الرسمي. هذه جميع التفاصيل المتوفرة حول هذا الخبر، سنوافيكم بأي تفاصيل إضافية حال توفرها. لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد وهام وعاجل. شكرا جزيلا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.